السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في الفيديو ده هنعمل كل اللي هنعمله ان احنا هنكريت جي اس اف او بروجكت ويب ابليكيشن في الاكليبس بيدعم الجي اس اف فريمورك وبيستخدم اباتشي توم كات في انه يعرض الصفحات. يعني مش هنستخدم جلاس فيش، مش هنستخدم اي فريم ورك تانية زي السبرينج او اي حاجة تانية في الجافا. احنا هنستخدم جي اس اف فريم ورك وهنستخدم التوم كات 6 او 7 في ان احنا نكريت بس البروجكت، مش هنتكلم حتى جوه عن البروجكت في حاجة. احنا هنعمل رايت كليك، هنقول نيو بروجكت، هننزل تحت الحاجة اسمها ويب دايناميك بروجكت، هنقول نكست. لما نيجي هنا هنقول تيست. طبعا هو عادة المفروض لما تفتح تلاقي نان، يعني تلاقي التارجت ران تايم ده نان، وبالتالي هتقوم داخل تقول نيو ران تايم، تدخل على 6 او تختار 7 او 6 تقول نكست. وبعدين هنا دي اللينك ده مش هتلاقي حاجة هنا مكتوبة، هتقول هو طبعا هنا عملها ايه 2 لان هو اوريدي عنده واحد، في واحد متسطب فهو بيعتبر اللي احنا هنسطبه ده 2. بس انا هوريكم، يعني انا مش هنزله يعني، بس هوريكم الفكرة ان احنا هنعمل براوز، والبراوز ده طبعا هنكون عاملين سيت اب للتوم كات 6 او 7 او الاتنين زي ما احنا عايزين. هنكون عاملين له سيت اب، والسيت اب ده غالبا بيبقى في البروجرام فايلز تحت حاجة اسمها اباتشي سوفت وير فاونديشن، ونختار التوم كات الروت دايركتور كده توم كات 6 كده، ونقول اوكي. طبعا انا مش هقول اوكي لان انا اوريدي عامله، وهعمل كانسل علشان ما اضيفش عندي حاجة هنا، كنت هضيف واحدة كمان يعني ملوش لازمة الكلام ده. هنختار 6. الكونفيجريشن، في الكونفيجريشن هنا احنا هو هنا بيقول لك يعني البروجكت ده هيبقى بيدعم اي فريم ورك. هو كمان انا مختار الاباتشي فهو اوريدي جاب ديفولت كونفيجريشن فور اباتشي، بس انا مش عايز كده، انا عايز اسطب حاجات تانية، انا عايز الجي اس اف مثلا. طب لو فتحنا الدروب داون منيو دي هنلاقي ان في حاجه اسمها هنا جي اس اف 1.2، طبعا مش ده اللي هنشتغل عليه، احنا هنشتغل على 2.0. فطبعا هنignore كل الكلام ده ونقول ان احنا نعمل حاجة custom، ونقول modify. هندخل هنا هنلاقي ان احنا هو by default اختار الويب موديول واللايبرز بتاع الجافا والجافا سكريبت. في هنا بقى جافا سيرفر فيسز 2.1، احنا هنختار ده 2.1. الفيرجن يعني مش مهم، يعني ممكن نغيره على فكرة، بس طبعا ايه خلينا نعمل احدث فيرجن، ونقول اوكي، ونقول نيكست، ونقول بعد كده نيكست. طبعا هو في نقطة انا عدت ان انا اقولها، لما هنعمل هنا لما احنا هنختار ده، المفروض لو انت مش منزل الجار فايل هيديك ايرور، والايرور ده هتدخل بقى ايه تعمل داونلود للجار فايل بتاع الجي اس اف. لو عندكم مشاكل في الحته دي ممكن ابقى اعمل بروجكت جديد مخصوص للايرور اللي ممكن يطلع لك من الجي اس اف في الشاشه دي. اوكي، هنقول next. ويب كونتنت دي احنا يعني معظم الناس بتشيل كونتنت دي وبتسيبها ويب، ودي هتبقى web.xml. نقول next. طيب جميل، هو ادانا الايرور اهو اللي انا كنت بقول عليه، بيقول ان الجافا جي اس اف امبلمنتيشن لايبرري فيها ايرور. تمام، طيب انا هختار كده اشوف الايرور راح، لا ما راحش. طيب الايرور هنا ما راحش، هقول هعمل ايه بقى، رايح دماغي على طول واقول داونلود.
هو مديني اوبشنين هنا، يا جي اس اف طبعا. اه في نقطة معلش ارجع لها، اعمل باك معلش تاني، باك في الكاستوم هنا. لو احنا اصلا انا عامل سيت اب ل 2.0 تقريبا، فهو اداني ايرور على 2.1، فانا برضو عايز اتاكد ان انا فاهم صح. لا هو انا مش فاهم صح، هو مدي ايرور عموما على الحتة دي. طيب هو انا دلوقتي هسطب انهي جي اس اف فيهم، دي ولا دي؟ طبعا يعني اتمنى شغالين اباتشي، هننزل الجي اس اف بتاعت الاباتشي مش بتاعت الاوراكل. اظن الاوراكل ممكن تكون بتشتغل مع ويب سيرفرز تانية اظن، يعني مش متأكد. المهم هنعمل نكست، ان اكسبت، ونقول فينش. هو هنا هيعمل كونكتنج. هو يعني الداونلود هيبقى سريع، مش مستاهل ان انا اوقف الفيديو واشغله تاني، والكلام ده بقى بيحتاج اديتنج للفيديو، فاحنا معلش تنتظروا معانا شوية. تمام، هو هنا منزل اتنين، هو غالبا التانية دي اللي نزلت، بس احنا دي هنشيلها، دي هن يعني دي هنشيل تشيك بوكس عليها. تمام، ونقول فينيش. طبعا دي انا كنت مسطب قبل كده واحدة، تمام، وعشان اعمل لكم الفيديو شلت كل حاجة وعملت سيت اب من اول وجديد، بس هو تقريبا الاكليبس لسه كان فاكر ان هو نزل واحدة بس مش لاقي السورسز بتاعتها، فهو نزلها من اول وجديد في دي. فطبعا في الحالتين هو يعني ده يعني لو دخلنا كده احنا عايزين نريح دماغنا. بص الاتنين موجود فيهم اللايبرز، طبعا ده دوبليكيت يعني دوبليكيشن عنده يعني، فاحنا ممكن نعمل ريموف لدي ونقول اوكي، هنلاقي ان دي بس اللي موجودة، ونعمل بعد كده فينيش. المفروض ال جي اس اف بروجكت او الويب ابلكيشن اللي معتمد على الجي اس اف فريم ورك تتكريت. تمام، هي كده اتكريتت. تمام، هو ده كل الموضوع. لو نلاحظ ده الفايل ده اللي احنا غيرناه، اللي هو كان ويب كونتنت وغيرناه خليناه ويب بس. هنا هنلاقي في الويب اي ان اف هنلاقي حاجة اسمها الويب اكس ام ال وال فيسز كونفيجريشن اكس ام ال، طبعا دول احنا في الفيديو الجاي هنتكلم عليهم، بس احنا مبدئيا كده علشان نشغل البروجكت ده تعالوا نجرب كده، نقول run. هو لما جينا نعمل run هو مش لاقي السيرفر، تمام، فانا ممكن نمشي هنا في الخطوات كده، نقول next مثلا، ونقول نحدد ونقول finish والكلام ده، بس ايه بيقول لك ايه test is required and cannot be from the server. هو انا ما قلت لكش remove يعني، بس ما علينا. طب نجرب نقول finish. هو اللي حصل هنا ان هو عمل ايه كاريت السيرفر وربطه بالتست، او يعني اي بروجكت هنشغله هنا هيبقى شايف السيرفرز. يعني البروجكت تيست لما يجي يرن هيدور على السيرفر هيلاقيه هنا هيقوم شغال. هو عموما دلوقتي شغال بيعمل ران، انا كنت نسيت اصلا ان احنا عاملين ران. تمام، هو لو الصفحة دي جات لي يبقى هو شغال اهو، بيقول لك لو كبرنا كده
مدام اداني دي اباتشي يبقى هو شغال، بس هو هنا ما عنده، هو لسه ما فيش صفحة عشان يعرضها، فبيديني الايرور اللي هو 404 ده. طبعا يعني المفروض معظم الناس اللي بتتفرج على الفيديو عارفة الايرور ده، ان هو البيج نوت فاوند. يعني احنا نوقف الفيديو عند هنا، وهنبتدي من الفيديو الجاي نشرح الويب اكس ام ال واللي هم هنا. هنشرح دول بس نفهم دول عبارة عن ايه بس في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.